قوي يتساس محفوظة من رب السماء وإحنا لجل حراس يا أرض يا أرض مهما العواصف قاسية أنت المواني الراسية يا شامخة في كل مكان في كل اللي كان معاند ابوك الله يرحمه، بس ما هقيت ان الباجي بيعاندون بعد. المهم لازم تخلص هالموضوع وبسرعة، واذا خلصته اسلمك المخزن تسوي فيه اللي تبي. صج عمي ابو مسرة ما يرد في كلامه. توكل على الله يا عمي، اليوم ولا باكر بتيك العلوم الطيبة. أنا أقول أضرب الحديد وهو حامي، تروح الحين بيتكم وتسوي اللي قلت لك عليه. عافية عافية على الشاطرة. كذي أبيك تشتغلين مو كله قاعدة، ما يصير بعد ما تخلصين هذا كله. حبيبتي أبيك ترتاحين شوي شوي بس، عقبها تقومين تنظفين حجرتي. حرام عليك، حرام تعبي مريومك، مو بزين. أنا ليش طلعتك من السجن؟ المفروض كان أخليك تناك تخيس تخيس. روش أنا ما دانيك، أنا ما أحبك، مولي مولي عشان تعوزين مريوم. قم مشي قدامي، مشي قدامي قبل لا أعصب عليك. يلا يلا مشي مشي.
نعم، شابك عند باب بيتنا؟ سالم، شبالك صارخ علي؟ أنا مو قاعد أصارخ، بس الظاهر أنت نسيت إن إحنا جيران، واللي قاعد تسويه هذا عيب. لا مو بنسيت، الظاهر أنت اللي نسيت إني أنا خطبت أختك، والحين صرت واحد مو بغريب. شنو؟ أنت يا راعي الغنم تخطب أختي؟ نزل يدك، وعن الغلط عاد؟ أنا مو قاعد أغلط عليك وبس، أنا أشلع عينك. أنت راعي غنم، وبتم راعي غنم، وأنا تاجر عود بالسوق، فما يصير أشكالك تناسبني أنا، تفهم ولا لا؟ يلا لا شوف وجهك هني ولا قاعد تخذني مره ثانيه، لا هفك راشد عدل وجهك، يلا يلا خلاص. ايوه يا ريال، انا قلت لك بس انت ما تسمع، انه اخذ عبيد ما ينفع لشيء، ما يقدر يصير الغوص الا مره واحده بالسنه. شلون انه اخذ؟ اصلا كلمني انه بيرتب رحله جديده. شو تقول؟ يرتب، بيتم يرتب لما تنتهي السنة. يعني ما لقيت ان نوخذه يتأخر عاد؟ يا ابن الناس انسى، انا الوحيد اللي اقدر اساعدك، انت خل ثقتك فيني كبيرة، واسمع اللي اقوله وشوف شو اللي يصير لك. زين قول يا قندور، يمكن يطلع معاك شيء. وبعدين انت شباب ما شاء الله عليك، وتقدر تتغرب عن اهلك. اتغرب عن اهلي؟ ايش قصدك يعني؟ هي بشلك الجزيره عدالكم، وهناك بتشتغل بالسفن والبحر، كله تجاره وبكل شيء، سنه واحده يا خالد وبتشوف شو يستوي لك. صدق انا فكره جديده وما طرت على بالي بالمره. صدقني يا خالد، لو تسويها لتصير تاجر، تاجر ازود عن اخوك سالم اللي عماه بمسرب البيزات. أنا عجبتني الفكرة يا قندور، وإن شاء الله باشا برد لك خبر. إنزين اتفقنا، بس أنا عندي لك شرط، أو خلنا نقول طلب، أبغيك تنفذ لي. زين وشنو هالطلب؟ لا يا خالد مو بالحين، باشر لما تيني وموافق بخبرك. حياك الله. مشكور وما قصرت. يلا والله فيك الخير يا سويلم، تذكرت عندك اهل ويجي تزورهم، ما هو حتى رقادك صار برا البيت. ايش دعوه يبا؟ ترى انتوا اهلي وتعزون علي، بس شو اسوي؟ الشغل بالمخزن الجديد ماخذ كل وقتي، تدري بعد اكبر مخزن بالداليه يبي له مجابل. مو باين يا يمه يا سالم، باين شغلك اهم من اهلك. شو اسوي يمه؟ الشغل ماخذني ليل نهار، ويوم شفت روحي فاضي قلت امر وازوركم. سالم فاضي ولا بخاطرك شيء ودك تقوله؟ الاثنين يا ابو حمد، الاثنين. ها يعني انت جاينا لان عندك شيء؟ مو لهالدرجة عاد، صدق انا عندي شيء ودي اقوله، لكن هم ولهان عليكم بعد. زين قول ايش عندك. انا بتحكي ابو حمد، بس توعدني ما تقاطعني ولا تصارخ. ايش قلت؟ قول يا سالم. بس بعد انت غلطان يا صالح. انا غلطان؟ اي نعم غلطان. انت ما تقول ليش شارس قدام بيتكم ابو عبد الله؟ هالشيء ابوي عيب، لا بديننا ولا بتقاليدنا. بس يا ابوي انا ما بغيت اسوي شيء فيه غلط لا سمح الله. ادري انك تربيتي، لكن الناس يوم بيشوفونك شو بيقولون؟ عيب ويعيب. خلاص زين خلاص، اهدى اهدى. انا وعدك اوعدك اني ما راح تتكرر مره ثانيه. هي بارك الله فيك، ابغيك تغدي ريال وتترك عنك هالسوالف. Oh.
بصدقك هالكلام يا سالم؟ يا ابو حمد لا تسرع وانا اخوك، فكر عدل وتلرد علي. مش حقي افكر واتعب نفسي وكل شيء واضح. يعني شلون؟ شلون شيء واضح؟ فهمني. يعني ابو مسر انكشف على حقيقته يا سالم، حرق الارض وقتل ابوك، وهو يفكر الحين ان كل شيء قدامه صار هين ويقدر يبيع اي شيء ويشتري اي شيء وما حد يوقف قدامه. يا جماعه ابو مسر ما انا شغل بالسالفه، هذا انا اللي قاعد اقول لكم فكروا. الارض الحين ما تي بفلوس وايد نفس قبل، عقب ما احترقت خلينا نبيعها ونفتك، صدقوني. ولا انت شايف حل غير هذا يا ابو حمد؟ انا اقول تسك على الموضوع ولا تجيب طاري على لسانك مره ثانيه. والارض ما راح نبيعها، وبالخصوص على الكلب هذا اللي اسمه ابو مسرة. ابو حمد ما يخالف فكر بعقلك شوي، ما تعصب يا سالم. كل اللي يقوله اخوك صدق. ابو مسرة هذا انسان ملعون ولعين وما في مثله، سوى كل شيء والحين جاي يبي ياخذ الارض مره ثانيه. حول ولا قوه الا بالله العظيم، اقول لهم ثور يقول حلبوا. يا جماعه ابو مسرة ما له شغل بالسالفه، هذا انا قاعد احاشيكم. وانا اقول لك اسكت ولا تجيب طار البيع مره ثانيه على لسانك، فهم ولا لا؟ الله يرحمك يا ابو عبد الله، الله يرحمك يا ابو عبد الله ويغمد روحك الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه تحكوا انزين، قولوا لي حل، سمعوني شنو رايكم؟ هدي بالك يا يمه، ولدك هالفطين اللي مسوي عقله يوزن بلد، انا اقول لك شوف لك حل ثاني احسن لك وبسرعه بعد. لمتى احنا بنتم على هالحال؟ لمتى الله كاتب علينا كذا؟ لمتى بس؟ تفرج يا يمه، تفرج باذن الله. ابو حمد يعني ليه متى بنحط راسنا بالارض ونقول بتنحل؟ ليه متى؟ انا اقول كلام سالم عدل. هذه واحده منه صارت معاي. ما بنبيع يا سالم. كان ما شفتك اليوم انت وقندور اظني كان ما جيتني. افا انا ما اجيلك انه اخذه. زين ابي اعرف ايش كان يقول لك، ولا تخش عني شيء يا خالد. وانت عارف يا عمي قندور كان يتكلم ان الرحله بتاخر شوي. هذه عاده الشينه اللي ما يبطلها، وهو دائما يقنع الشباب اللي مثلك وشروات يبيهم يشتغلون على الجزيره. واحد بس، واحد اللي صدقه وخذاه هناك سنتين لا رجعه لعياله، ولولاي ان كان مات من القهر هناك. لا لا عمي لا تحاتي، ان شاء الله ما يصير الا الخير. انت عارف يا خالد ان كل مره انت اخر بسبب اهل الداليه، لكن هالمره ان شاء الله ما احنا متاخرين. ان شاء الله. تشردين يا بنت ابو ناصر الندل، تشردين ما تعرفين إنه ما حد يقدر يهرب مني؟ ما تعرفين إنه ما حد يساعدك هني؟ ها؟ خبلة انتي، خبلة شعرات السيد، خبلة انتي. حرام عليك. اثني. حرام عليك تهربين هاي مسكينة. اثني. حرام عليك والله. لا تدخل عصك في اللي ما يخصك، سمعتني؟ سمعيني زين هاد. بتتمين تشتغلين وإذا حاولت شردين مرة ثانية.
عبدالله. بدور فكيني من سالم وكلامه، خليني ارتاح، ابي انام. يا عبدالله ما يصير التم معاند كذي، تخسر وتخسرنا معاك. انا صدق ما احب كلام سالم ولا حابة دربه اللي هو يصير فيه، بس اليوم ترى كان كلامه صدق. ينيتي انتي؟ ينيتي؟ لا ما ينيت، بس صدق لازم نشوف حل للحالة اللي نحن عايشين فيها، ذل وفقر، والله عيشة تقصر العمر. لا تطالعين فوق يا بدور، ترى اللي طالع فوق تنكسر رقبته. ليش؟ نحن عندنا رقبة يا ابو حمد علشان تنكسر. نحن عايشين بذل وضيج وقهر، حتى ولدنا اللي كان حيلتنا يا ابو حمد مات، ونحن ياسين نطالع بحسرة وقهر. لا تقلبينا وجاي علي يا بدور، وجعنا دوم من بين، واللي دايم يطالعنا ونحن ما نقدر نطالع، اللي دايم يكسى علينا ونحن ما نقدر نواجه. يا عبد الله ما فيها شيء، ما فيها شيء، لو بعنا الأرض على الأقل تفتح لك محل شرات أخوك سالم، أنت تعرف وش كثر يكسب. يا بدور هذه حياتنا وراضين فيها، ولا بنتم نتعذب ولا نطول شيء. لا يا أبو حمد، نصيبنا نقدر نغيره للأحسن وللأحسن، والأرض اللي ما تسدها لها ليش نتمسك فيها؟ الأرض راح نتمسك فيها يا بدور، وما راح نبيعها لو ما بيصير. يا عبد الله طيعني الله يخليك. يا عبد الله لو تمينا على هالحال والله بموت. تفضل يما. مستورة والحمد لله. يما ترى الفلوس هذه مي فلوسي بس، هذه من تعبي ومن شقاي، لا تحاتي، ترى مو مصرة. تفضل. وإذا بغيتي زود قولي لي، ترى الخير موجود الحمد لله. مشكور يما، ما تقصر. وين بتروح يما؟ اقعد معانا اليوم. الله يا يما بيني وبينك، انا ما احب اقعد مع ناس ما تفكر بعقولها وتعرف مصلحتها، ينامون ويقعدون على ماميش، خلي يروحون يشوفوا الناس وين صاروا. لا تقول يا يما، هذول اخوانك. على عيني وراسي يما، بس عيالك مو راضين يتغيرون، مو راضين يتحسنون. لا اله الا الله، خلاص يا سالم، انا بكلم عبد الله وفهم. يا يما صدق كلام سالم، وانا بعد راح احاكي خالد. وقولي حق خالد يجيني المخزن، ولا ما يبي يشتغل معي بعد. صدق يا سالم؟ اكيد صدق، قاعد شغل غريب ما شغل اخوي. مشكور يا اخوي يا سالم، ما تقصر. يلا يما تمني على شيء. سلامتك يا يما، الله يحفظك يا يما. الله وياك. يلا مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. هلا هلا بالطش والرش والماي المبرد في الغرش. بشر قول. السموحة يا صالح، انا عمري ما عصبت، الله يلعن الشيطان. ما علي يا ابوي، اسمح لي، انا اللي خليتك تعصب كلامي. صدق ان سالم ما خلى براسي عقل. ما عليه ولدي يا صالح، صار خير. أنا إن قدرت اليوم ولا باكر بكلم أبو حمد عن موضوعنا.
من صدقك يا ابوي؟ اي نعم من صدقي. خلنا نشوف عاد مريرة سالم شو بتسوي. بس يا ابوي انا خايف ان يصير مشاكل بينهم. ما عليك، ابو حمد واقف ويانا، شعينا من سالم. بس الفلوس بتتكلم. هذه فلوس حرام، فلوس ابو مسره، ولا نسيت؟ زين ايش رايك يا ابوي انك تاخذ حد وياك وانت ساير عندهم؟ زين وش تبغيني اسوي بهم؟ بس كذا عشان الناس كلها تعرف. معقول يا سالم أخوك عبد الله عقله صغير هالشكل؟ ما يفكر عدل؟ بس أقول يمكن حزنه وحرته على أبوه الله يرحمه خلوه كذي. لا تحاتي يا عمي، هو أكيد من أول مرة ما راح يقتنع بالبيع، لكن خلني أحاول فيه مرة ومرتين وثلاث شود يقتنع. ايه الظاهر ما حد في بيتكم يا سالم احبني ويتمنى لي الخير مثل ما انا احبهم واتمنى لهم الخير. شوفت عينك، شوفت عينك، شوف انا ايش سويت له. لا تضايق خلقك يا عمي، عبد الله اخوي واهلي ترى وايد طيبين، وانا متاكد انهم بيفكرون بالسالفه من يده ويد. ان شاء الله. بس خالد ايش كان رايه؟ عمي خالد ما كان موجود، كان رايح عند انه خذ عبيد. زين انت الحين ايش ناوي تسوي؟ انا مو مسوي شيء، انا ناوي اروح المخزن. تبي شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك. خير يا وش تبين؟ ايش رايك حبيبي تروح عند مخزن سالم وتشوفه؟ انا اروح حق سالم. بعدين كم مره احنا سولفنا بالموضوع هذا وقلت لك بان سالم فلوسه حرام في حرام، وانا ما ارضى ان حرام يدش بيتي. عيل من وين قاعدين تصرفون وتعيشون دامكم ما تشتغلون عنده؟ اعوذ بالله، يعني احنا كلنا عايشين على حس سالم؟ عيل منو يعطي عمتي؟ انت ولا عبد الله ولا محمد؟ اعوذ بالله، ايش قاعد تخربطين انت؟ ايش قاعد تقولين؟ انا لازم اروح اكلم امي الحين. لا لا يا خالد حرام عليك، لا تروح تحاجيها الحين، تحرجها. لا تروح يا خالد. شو خالد ايش قلت؟ ويما ايش في خلود هذا علينا؟ يما شلون تاخذين فلوس من سالم؟ وليش ما اخذ؟ سالم ولدي. يمه بس فلوس سالم كلها حرام. ليش حرام؟ سالم يتعب
يكد ليل ونهار. مرة ثانية يا خلود لا تتحجى عن أخوك كذي. لا بتحجى عادي، من اليوم ورايح ما بفلوس سالم تدش البيت، لأن هالبيت هذا نظيف وبيتم نظيف، وفلوس سالم اللي توسخه. يوم أنت تعطيني ولا أخوك عبد الله يعطيني حزتها ما رح آخذ، ولا تبيني أنزل السوق أقول يا الله من مال الله، ولا أمد إيدي حق اللي يسوى واللي ما يسوى. خلود احشم روحك عاد، مسخته، لا تقعد تحاكي امك بهالاسلوب. فطوم لا تدخلي نفسك بشيء ما يخصك، انا ابي مو تقتنع بان فلوس سالم حرام. ها خلاص يا خلود اسكت ولي سلمك، انا عاد ما اتحمل ما اقدر. يما حبيبتي اللي انا قاعد اسويه عشاننا وعشانك مو عشان اي احد ثاني. بعدين خلاص انا باشر بجيب لكم فلوس. من وين؟ اشتغلت؟ بجيب لكم وخلاص. ما بيك تتسلف من أحد، سمعتني؟ وإذا تبي تجيب لي فلوس رد الصيد مرة ثانية. لا ظهر أن سالم لاعب براسكم واحد ورا الثاني. لما سالم راح ويمع بمسرة موسو بلعناه، لكن هم بعد يدخل فلوس حرام بالبيت. أنا ما أرضى بهالشي ولا أخواني ولا حتى أبوي الله يرحمه. راوا نفسكم شوي. مسكتك. كم مرة قلت لك ما تدش لين ما تدق الباب. فلوس؟ معقولة سالم خلالك فلوس؟ سالم خلاص استوى من التجار وما يحتاج لفلوسي. لا ما اعتقد سالم ما يشبع من فلوس. لو تعطيني فلوس الدنيا كلها بعد ما يشبع. يا ويش سالم تغير، حتى علينا تغير. هو تغير بعقل، هذا صار ما يسأل عن أحد، حتى أنا ما يجي يشوفني يا سهيل. أفا يا ويش، أنا أسأل عليك وداريك وأهتم فيك، بس أنتي ما فيك غير تلعوزين الناس. ملعوزة مريوم. أنا؟ شلون؟ مريم، ترى مسكينة مريم، شلون تعاملينها كذي تهاوشينها كلها؟ ليش؟ أنا ما سويت كذي إلا لما شفت مسرة وايد دللها، وبغيت أحسسها إن هذه مريوم هني خدامة. ويش اسكتي، ترى مسرة عقب كم من يوم جاية وبتطقت بتهاوش، ترى حرام. سامحني والله حرام. إما بس خلص عاد، عاد لا تصيرين كذي حساسة يمه. تعرفين خالد فقير ما يقصد من كلامه شيء. أنا غلطانة يا عمتي، بس خالد بالنهاية ولدك وانتي تعرفينه قلبه طيب، بس هو عصبي شوي. كله منك يا السوسة، كان لازم تعلمينه سالفة سالم. يعني هو ما راح يعرف؟ يمكن يدري بس يسوي روحه ما يدري، لكن الريايل دومهم كذي، لما الموضوع يطلع من الحرمة يقوم يعصب ويسوي سالفة. خلاص يا يما خلاص، اللي صار صار يا بنتي، وانتي سعد يا يما. كلمي خالد خلي يرجع للصيد مرة ثانية، لما الله يفرج علينا ويروح القوس إن شاء الله. إن شاء الله يما، أنا بحاتي، بس انتي لا تضايقين عمرك. عدل كلامك يما، صار ما عندنا أمل إلا بخالد، هو الوحيد اللي يقدر يصيد ويجيب لنا بيزات. الله يرحمك يا يبا. الله يرحمك يا أبو عبد الله، ألف رحمة تنزل عليك. أنت راح وحياتنا صارت جحيم من بعدك. الله يسوي لي في الخير إن شاء الله. يبا ما يستوي لك إلا الخير. هي فطوم
العمل شي يبي من الدنيا يا يمه غير عيون. انت امس ما رحت بيتها، ابغيك تروح اليوم وتخطب لي فاطمه. قلت لك ان شاء الله ان شاء الله، بس انت اهدى. كيف تبغيني اهدى وانت ما بطلع تخطبها لي؟ تراني قلت لك ان شاء الله. اكيد ولا تبي تسكتني بس؟ هي اكيد، لكن لا توقف قدام باب بيتهم. لا حول الله. ابوي انا قلت لك خلاص، وعدتك اني ما راح اكررها. خلاص خلاص، شايف خاطرك. سلامتك. يلا مع السلامه. الله يحفظك. لا اله الا الله. لا سلام ان شاء الله، ما ابد ما في شيء يعني. ما في شيء، انت ما تضحك بدون سبب. هلا هلا ببنيتي، هلا بالغالية. هلا هلا والله، هلا هلا هلا. يا الله حبتك العافية يا يبا. يعافيك يبا. معقولة طافت هالمدة بالسرعة هذه؟ وايد ولحت عليك يبا. شلونك مسرة؟ الحمد لله بخير. استريحي يا يبا، خلاص اسال وياك. يبا بروح اشوف مريم. الحين مريم اهم منا. عمي سالم. خير يا براك؟ عمتي مسارة وصلت. شنو؟ عمتي مسارة وصلت. زين خلاص دش كمل باقي الشغل. يا حلو هالخبر، طاف اسبوع ويت. الحين بروح البيت وبقعد كثر ما تبي يا ابو مسرة. اي بس يا مسرة لو تصيري مثل ما ابي، لو يصير هالشي كان كل احلامي تحققت وما حد بيكون اسعد مني بهالدنيا. براك براك. هلا عمي. هلا. خليك بالمخزن، بروح وارجع. ها ان شاء الله. قعدي. لا تصيحين لا تصيحين يا مريم، علميني كل اللي صار بغيابك. عايشة جرتك وخلتك الشغلين بالمطبخ الملعونة. قولي لي كل شيء، لا تخشين عني ولا شيء. لما سافرت خلتك تنامين بالحجرة الصغيرة هذا وانا مسافرة فترة قصيرة. شلون لو كنت مسافرة فترة طويلة؟ علميني كل شيء، قولي لي كل شيء مريم. ضربتك؟ هذا الشيء ما ينسكت عنه. لا تصحين. ما لها لا تنضرب اليوم. يا أنا يا هي بالبيت. ها ها. هاي كل الأمور أنا. عايشة؟ عايشة. صدق ما تستحين. شلون تشغلين مريم خدامة في غيابي؟ وبعدين تطقينها؟ مو حرام عليك؟ ولا ما تفرقين بالحرام والحلال؟ انت شلون تحكيني كذي؟ بعدين مريم خدامه هني وانا ما طقيتها. مريم مو خدامه، مريم رفيجتي وتعاملينها مثل ما تعاملين اهل البيت. احترمي نفسك انت واحترمي وجودي ولا تصرخين. يبقى عايشه مزودتها تصارخ على مريم تطقها بعد. لا ما تطقها، وصج مريم خدامه عندنا هني وابوها ياخذ عليها اجر. هذا بالاول يبا، بس مريم رفيجتي الحين ما حد يقدر يمشي كلمته عليها، ومريم ما تخدم غصبا عنها. انتي مسكينه فقيره، انتي مو بساهيه، انتي داهيه يا بنت ابو ناصر النذل. عايشه قلت لك ما تحاكينها كذي. مسره اهدي. شنو تطقين الحرمه قدامي؟ عمي صاير عسى ما شر، صوتكم واصل ياخذ الفريج. هيا احنا الحين
بحشمة ريايل، لكن بتشوفين. شفت بنتك شلون تحاكيني؟ ما عليك منها يا عايشة، الله يهديك انت بعد، هذه لا طفلة وزعلانة. استريح استريح. من امس وانت عند النوخذ عبيد عرفت انك ما بتطيع شوري ولا بتسمع نصيحتي. يبا النوخذ ما له شغل، مو اللي خلاني ما اقبل. عيل منو؟ اهلك في البيت؟ ايه هم اللي ما رضوا، لان الغربه صعبه وصعبه وايد، وانا بتم هناك اقل شيء سنه. الله يهداك يا خالد، ما لازم تكمل سنه، كل ما تشتاق لاهلك تعال. لا لا الظاهر ان السالفه ما تبي تضبط وياي. انا اقول خلاص طلعني من السالفه هذه كلها، ومشكور وما قصرت. انزين يا خالد مثل ما تبي، لكن انا ابغيك بموضوع ثاني بتساعدني ان شاء الله. زين بالاول بعرف السالفه وان شاء الله بساعدك فيها. انتم من بعد ما توفى الوالد الله يرحمه الله يرحمه، اكيد حالتكم صعبه، والمزرعه ما حدت تجيب همها. الله يرحمه. الحمد لله على كل حال، بس انزين ايش تبينا نسوي؟ تسوي اشياء وايد يا خالد. تسوي اشياء وايد مثل شنو يعني؟ انا بيك يا خالد تصير لاخوك ابو حمد وتقنعه اني اشتري مزرعتكم. قندور انت من صدقك تبي تشتري الارض؟ اي نعم، ولا ما اقدر يا خالد. ما ادري شلون ابوكي رضى يشغلك خدام، معقوله ياخذ من وراك فلوس؟ حاتي لا تزعلين يا مريم، دامك عندي ما بشغلك خدامه، انت رفيجتي وحبيبتي وحتى عايشه بتفهم، وكل شيء بيتعدل. لا تحاكين يا مريم، عايشه تأدبت الحين، بس اهم شيء انت لا تضعفين قدامها ولا تضعينها بشيء، وان شاء الله ما بيصير لك كل خير. غريبه يا سالم، الحين ما تينا هني الا اذا مسره موجوده في البيت. تصدق عاد كنت ناوي اطرش ناس ينادونك. ها همي من غلط طرش ناس، انا حس قلب انك تبيني وجيتك اركض على طول. سالم عقب ما تخلص من بو مسره ابيك في موضوع. ان شاء الله على امرك عايشه. سالم خادمك المطيع هالقرنبعه دوم تحت امرك. انا قرنبعه يا عمي، ما علي معذور ما شفت شيء. لا انت قره من غير بنبعه. هلا بابو هلا، شو جايب اليوم؟ حريك براك، انا اجيب سامان واجد مضبوط، لكن ارباب سالم وين؟ صار بيت بمسرة. اوه هذا بوت مشكل. زين متى يجي؟ انا ايش دراني متى يجي؟ سير ودي السامان داخل، سير ودي السامان. لكن ارباب انا ما يقدر اروح يجي مره ثانيه. بابو تراك شوفني اشتغل، اذا ما تبي تسمع كلامي بكيفك. زين زين خلاص خلاص انا اروح يجي بعدين. زين زين. اه عساك مستانس يا صالح. ما مصدق يا ابوي ما مصدق. صدق قلت لك اليوم يعني اليوم. مشكور يا ابوي ما تقصر، عسى الله لا يحرمني منك ان شاء الله. على الله بس ما نلقى سالم هناك ويخربط الدنيا علينا. ما عليك من سالم، دام ان ابو حمد موجود سالم ما يقدر تنطق حتى لو بكلمه. هالايام يقول لك بعتوا مي البيت وايد، على الله عاد الليله ما يكون موجود. ان شاء الله ما يكون موجود وتكون الامور بخير. يلا 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 خلينا نسير. يعني الحين قندوري بيشتري الارض؟ صدقنا نصاب وما عنده سالفه. ليش يا ابو حمد؟ يعني اي واحد يبغي يساعدكم تقولون عنه ما عنده سالفه؟ الظاهر يا يمه الكل طمعان بهالارض. يا جماعه الخير صدق الحكي، دام انكم ما تبي تبيعون حق ابو مسره بيعوا حق قندور، يا خلينا نفتك من الفقر اللي احنا فيه. بس عاد ايش فيكم يا نسوان اخواني؟ ايش فيكم يا نيتوا واستخفيتوا وتبون تبيعونه مو بعارفين شلون؟
الأرض هذه مات أبوي بسببها، لا يمكن نفرط فيها، واللي مو بعاجبه يطق راسه بالطوفة. بس أنا أشوف يا جماعة أن قندور أحسن 100 مرة من ممسرة. والله ما أدري إيش أقول لك يا خالد، الظاهر أن قندور يبي يقهر أبو مسرة على حسابنا، هذا اللي فهمته من سالفته. يعني كل اللي قاعد يسويه قندور كذب بكذب؟ خالد قال الصج ولا كذب ما يخصنا. والله لو يعطينا فلوس الدنيا كلها ما تسوى دم أبويا اللي راح. بسكم عاد. لا تشكي حزن لأنك قوية أساس محفوظة من رب السماء وإحنا لك الحراس. وصار